الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله على لزين العابدين عليه السلام. هاي ليلة الوصال
بحبيب رسول الله بصدق الإمام الحسين على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. أي رطاها الحزين والسهر وابني الأسوار والعاقبة للمتقين. هذه الليلة ذكرى شهادة مولانا وسيدنا شفيعنا للدارين الإمام السجاد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. باسم هذه الحسينية وبهذا الجمع الحسيني المبارك نرفع أسمى آيات العزاء إلى مقام بقية الله في أرضه، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونعزيكم أحبتي بهذا المصاب الجلل وهو شهادة مولانا زين العابدين الإمام السجاد سلام الله عليه. للحديث عن الإمام أو عن الأئمة سلام الله عليهم لا بد من الذهاب إلى أمر يوضح أمامنا آفاق الحديث حول هذا الأمر. الإمام في على قول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمامة أس الدين، يعني كأنه أساس وفرعه وثمرته وفرعه السامي. نحن نعلم بأن الموعظة في مجال الإمامة أخذت مساحة واسعة جدا، ولكن الموعظة كانت على أمرين على مستويين، موعظة نظرية وموعظة عملية. الموعظة النظرية: الأنبياء وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، استفهام. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى آخره من المواعظ نظرية. ما تنفع النظرية، شو تحولت من قبل الحق تبارك وتعالى إلى أمر عملي؟ يعني كأنه عندما استنفذ النبي
ما عنده في كنانته من طاقات بتسديد إلهي للناس ما نفع. قام تنزل المعجزات، طوفان، القمل، الجراد، الضفادع، الدم، الزلزال، الريح القاصفة إلى آخره من المعجزات. يرفع الجبل فوقهم، وإذ رفعنا فوقهم الجبل وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. مواعظ نظرية تحولت من قبل الحق تبارك وتعالى إلى موعظة عملية لرؤية الآيات رأي العين. ولكن تعال إلى الموعظة العملية والنظرية، وين تنفع؟ على هذا الأساس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له الهيمنة، كما أسلمنا في بداية الليالي العشر الثانية، له الهيمنة، وأخذ له ميثاق من قبل الله تبارك وتعالى حين قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. انتهت قضية المعجزات في زمن الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته صلوات الله عليهم جميعا. هاي صارت شنو؟ بعد ماكو معجزات، لا طوفان، لا زلازل، كل شيء ما سوى رسول الله. استخدم الأسلوب الحضاري بالموعظة، وهذا هو مرتكز الصراع بين الحق والباطل في كافة الأزمنة. لذلك أحد العلماء خلى قاعدة لهذا الصراع بين الحق والباطل. واحد، القاعدة الأولى أو العامل الأول للصراع، حتمية الصراع، لابد من وجود حق بين أمر فاصل بين الحق والباطل. قابيل قتل هابيل، بدأ من هنا النزال والصراع بين الحق والباطل. ولكن قاعدة في القرآن مهم جدا الإنسان يلتفت لها في هذه المقدمة: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في نهاية الآية يقول: إن الله يتقبل من المتقين. شرط إنسان متقي يتقبل منه، مو متقي ما يتقبل منه. هذا الصراع أولا. ثانيا، استمرارية الصراع في كافة على كافة الأصعدة على صعيد الزمان والمكان. هذا الزمان بيه صراع، الزمان اللي قدامك بيه صراع، إلى قيام الساعة صراع بين الحق والباطل. ودائما الفضيلة تستفز الرذيلة. هاي المقدمة أستفيد منها. ثلاثة، تمثيل الناس، يعني كأنه شلون يأخذها بنفسه في قاعدة نفسه. تمثيل الناس كل على درجته لمعرفة والتعرف على مفهومية الصراع والوصول إلى النتائج الصحيحة. ليش اصطدم النبي؟ اصطدم مجتمع البداوة، مجتمع جاهلية، مجتمع مكة. أسولف لك على مكة شنو؟ انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، من يجي الرجل الكبير مريض مثلا عنده فد عله مرض، يجيبون صبية يمددوه، يجيبون صبية تسحق على صدره وبطنه، الظل ترفس بصدره وبطنه، إذا مات قال خرج منه الشيطان. لا إله. وبعد إذا يتمرض الرجل بهذا المجتمع، مجتمع البداوة، إذا يتمرض يخلون نجاسات على ثيابه من الأسفل ويهزوه، خاصة بمرض الصداع وجع الرأس، ينكتوه يهزوه، إذا طاب من المرض يقولون خرج الشر من رأسه. الرجال من يجون من مكان بعيد، قافلة، غزو، سلب، نهب، يخلي ثيابه على رأسه وينهق أجل الله سامع بيت الحسين كالحمار. هذا مجتمع البداوة. ويشربون عصير الدم
بين حضارتين، الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية. قتال، صعوبات، حياة صعبة، بلاء. هذا هو هذا الأمر شلون صلح رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه احنا في مجتمعنا نصطدم بقضايا كثيرة لها ترسبات من الجاهلية إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ترسبات الجاهلية موجودة. شلون تقيم هذا، شلون تواجه هذا الصراع وتتعامل وياه، هذا الصراع الحضاري. اجى النبي صلى الله عليه واله اذا هيك مجتمع بداوة سوى، سوى اخواني احبائي، نقل هذه الحضارة اللي تقول وارسلنا الرياح لواقح، ما يعرف شنو. خلق الانسان خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ما يفهمه. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وش عرف ذرة؟ قام يقردم هذا الهباء النازل من من النوافذ، هذا اللي من يصير شمس وضوء تشوف نوع من الرذاذ من الغبار. قال ما يضر، ما قدر يقول لهم النيوترونات والبروتونات والالكترونات، هم يقدر يوضح الشكل. فهذا الامر وضح السوى وين نقل الحضاره الاسلاميه، نقلها الى مجتمع المدينه، جابها من البداوه حطها الى مجتمع كتابي. عنده كتاب، عنده كتاب انزل قبل رسول الله، التوراة والانجيل يعترفون بهن، عندهم قضايا قواعد ثقافية. فنقل من مجتمع البداوة الى مجتمع التحضر. ولكن نجي على قضية كربلاء، وفي هذا الصراع يسأل سائل، لابد انه واحد يبادر الى ذهنه، شنو هذا الصراع التاريخي الحضاري اللي له جذور ويمتد الى قيام الساعة؟ وضح لنا. واحد يسألك يقول لك خليها في ساحة كربلاء، والامام الحسين اكل الزمان عليه وشرب قضيته، واليزيد انتهى وكل شيء انتهى، بعد شنو التصارع هذا؟ شنو الكلام هذا؟ شنو مجالس ضعف كذا شعائر؟ انجاوب. انا اسولف على قضية عاشوراء والتاريخ، هاي جزئية عاشوراء والتاريخ ودور عاشوراء في بيان وتوضيح الفرقان بين الخط الصاعد اللي هو خط الأنبياء والرسل، والخط النازل اللي هو خط الطواغيت والفراعنة. أنت عندك خارطة، خارطة قدامك، خارطة، خارطة لدولة من الدول. تارة تأخذ عينة من الخارطة، عينة تأخذ منها وتخليها تحت المجهر، تباوع عليها تحت المجهر، تباوع عليها. لكن اكو جزئيات مهمة بهاي الخارطة، تطلعها شو تسوي؟ تصغر هاي العينة وتخليها تحت المجهر، تأثر على الكبر. نفس المقومات الموجودة عند الخارطة للدولة الكبيرة، نفس هالمميزات والخصائص موجودة في هذه النقطة الصغيرة. كأنه كربلاء الإمام الحسين عليه السلام كان قطعة أرض أو بقعة من الأرض في هذا الصراع الحضاري العميق بأبعاده بترسباته بجاهليته. أخذ الإمام الحسين عينة، وهاي العينة بينت كل ما موجود بالصراع التاريخي بين الحق والباطل، بين الظلم وبين الحق، بين الجهل وبين العلم. وضح من خلال هاي العينة الصغيرة في كربلاء. أوضح بعد أكثر، أوضح لك أكثر المفهوم. هذا المحيط الهادئ، محيط الهادئ شنو؟ أكبر المحيطات، أخذ منه قدح مي، قدح مي طلع من المحيط الهادئ. الخصائص والميزات والصفات الموجودة في ماء المحيط هذا كله، كل هذا المحيط، هذا جواب لمن يقول بأنه الإمام الحسين شلون هاي الذلة القليلة واجهت هذا الصراع العظيم. هذا الجواب، أخذت منه قدح، هذا القدح اللي من المحيط أنا مطلعة بخصائص اللي موجودة بكل المحيط، ما بي بي. فبهاي الحالة
هذه القلة اللي بينت الصراع بين الحق والباطل، بين الطاغوت والنبي، بين الإيمان والكفر، بين الجهل والعلم، وضح الإمام الحسين عليه السلام من خلال هذا النزول إلى ساحة كربلاء بساعات قليلة، وضح توضيح كامل. ايش صارت من بعد واقعة كربلاء؟ الناس عرفت آفاق الصراع الحضاري التاريخي بين الحق والباطل، وهي هاي مرتكز قضية محرم وشهر عاشوراء وقضية الإمام الحسين عليه السلام، على مود نصل إلى نتيجة. ولكن هذا الباب الأول من البحث، نجي للباب الثاني من الكلام. العلم أخواني ثلاث أنواع. العلم الذاتي وهو خاص بالله سبحانه وتعالى، علمه ذاته لا يطلع عليه أحد، هذا علم ذاتي. العلم اللدني علم يضعه الله سبحانه وتعالى في صفوة أوليائه كالأنبياء. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ موسى من أنبياء أولي العزم، عبد من عباد الله الخضر سلام الله عليه، أودع فيه العلم اللدني، هذا العلم اللدني. العلم الآخر وهو يخص به صفوة المؤمنين. يا مؤمنين الخلص وين خلاه؟ يسموه العلماء العلم الكسبي. منين يستمدوا؟ منين يأخذون هذا العلم؟ من الإمام المعصوم. أنا أريد أوصل الآية النقطة، وبحمد الله ودعاكم وبتوفيق من الله وتزيد من مولانا قمر العشرة وصلت. فالعلم الكسبي نكسبه من من؟ من الإمام المعصوم اللي هو يتبنى هذا الصراع على عاتقه. خلاص نجي على قضية الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام السجاد عليه السلام رأى ما رأى يوم العاشر من من خروج قافلة الإمام الحسين من المدينة إلى ذهابه في ساحة كربلاء، وجوده إلى ذهاب إلى الكوفة من وعي السبايا، تبنى قضية السبايا وهو الإمام المفترض الطاعة، وإلى الشام. شوف الآفاق اللي صارت بالطريق. الإمام زين العابدين أكو واحد يقول صارت معجزة من المعجزات نفذها على أرض الواقع، يبين البني أمية وضعه وإمامته. لا، ما عدا شغلة واحدة صارت بالخفاء، صار اعتراض من قبل الأمويين كما اعترضوا على هواي قضايا، قالوا الإمام زين العابدين ما دفن الإمام الحسين. نجي للمعجزة. الولاية التكوينية موجودة بالقرآن لا ما موجودة؟ أنا حاجت على مستوى القرآن، على مستوى القرآن. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. غدوها شهر رواحها شهر، شنو أخواني؟ إذا تطلع من الصبح الظهر توصل مسيرة قافلة من الصبح للظهر يمشيها النصر، يختزلها في هذه الفترة شهر كامل، يختزلها من الصبح للظهر، ومن ترجع يختزلها شهر كامل من الظهر للعصر أو للمساء. هاي المعجزة الأولى لسليمان. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. سؤال، بأمر من؟ بأمر الله أو بأمر سليمان؟ تجري بأمر من؟ سليمان. تجري بأمر سليمان بتزديد من الله سبحانه وتعالى، تجري بأمره. هذا الهاء ضمير يرجع لمن؟ لسليمان، مو لله سبحانه وتعالى. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره.
زين هذا بعد المعجزة الثانية. خلي نروح على أصحاب سليمان القاعدين يما. أصحاب سليمان مو أكثر مكانة من الإمام زين العابدين عليه السلام مثلا. قال يا أيها الملأ من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. شنو من مقامك؟ تقوم من مقامك تقوم؟ بيش تقوم من مقامك من العرش اللي انت قاعد عليه؟ لا تقوم من قبل أن تقوم لتطلع على الجنود والجن والناس واللي بعمرتك وقبل ما تروح تستطلعهم الصبح قبل ما تقوم أنا أجيب لك العرش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شنو يرتد إليك طرفك؟ ترميش؟ لا مو ترميش حينك ترميش جفنك تسده وتفتح. لا مو هذا. من أكبر المحققين في قضية القرآن الكريم هو السيد محمد حسين الطماطماي على الله مقامه في الجنان، ويمشي على منهاجه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي والسيد الخوئي على الله مقامه في الجنان. شو يقول؟ الآن أنا أنظر لإخواني أحبائي شلون أباوع لهم؟ طريقة شلون أباوع؟ طريقة النظر. الضوء يسقط على الأجسام، هذا الضوء يطيح على الساعة. أنا باوع على الساعة، شفت الضوء لو شفت الساعة؟ شفت الساعة بمن؟ بانعكاس الضوء على الساعة. هذا الجسم راح ينتقل وين؟ للعيني، يروح إلى الشبكة خلف البعبع. تتحلل هاي الصورة وين؟ بالدماغ عن طريق الأعصاب البصرية، ترجع تتحلل. أقول هاي ساعة، هاي الحركة واحد فينتو من الثانية. ورأسها تحسب بس بعد ساعة شو ساعة. هذه العملية سريعة جدا وخاطفة. العاصف بن برخيا قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني لآخر الآية. فمن نروح على قضية معجزة الإمام السجاد ودفن للأجساد، راجعها بالقرآن وقارنها على مود تعطي الدليل القطعي المقنع. نجي على حياة الإمام السجاد عليه السلام. هم كذبة فارسية يفضحها فلان. شدك بالطلبة؟ أم إسماعيل عليه السلام أبو الأنبياء، أم إسماعيل كانت جارية عند سارة هاجر، أم أبو الأنبياء. شنو الضرر إذا يتزوج الإمام زين العابدين؟ والأئمة عليهم السلام كانوا يضربون القواعد الجاهلية اللي أسلفت في مقدمتي، راد يضربوها بهذا الصراع. من كانوا يسوون هالأعمال هذه يتزوج من الإمام، يتزوج من الناس البسطاء، يريد يضرب قاعدة الجاهلية. نحن أناس تكرع أنوفنا قبل شفاهنا الماء. يجنوا أنا أصلي وأرفع وستي فوق رأسي. هم ذولا أبو جهل قعد على صدره، قعد على صدره عبد الله بن مسعود، راجع احتز رأسه قال له قف يا أبو مسعود، أتعرف أي مرتقى ارتقيت؟ قال له الله رفعني بالإيمان ووضعك بالشرك. قال له عبد الله بن مسعود أبو غلبت قريش أو غلبت؟ قال بل غلبت. قال إذن اقطع رأسي وارفعه على سنان طويل وقل مات أبو جهل على ما ماتت عليه قريش. هيك نظرة كانت موجودة بالجاهلية. فهذه القضية الأئمة عليهم السلام تبنوا هذا المشروع من خلال العلم اللدني الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيهم، وكانوا هم الفيصل والفرقان بين الباطل والحق. خلينا نجي على قضية الإمام زين العابدين عليه السلام يوضحها، وهاي القضية ترشدنا إلى أمر مهم جدا يخصنا وضع اجتماعي. اخواني هاي قضية الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية اخذوها الى احد المشايخ في جامعة الازهر، قالوا له اقرأه وطلع عليه شوف هذا التراث شنو.
قال هذا التراث دون الخالق وأعلى من المخلوقين فيه بعدين. من يفسره؟ واحد من العامة وله ترجمات كثيرة بالتاريخ. قال فيه بعد اجتماعي وبعد عبادي. خلنا نجي البعد الاجتماعي شنو والبعد العبادي شنو، احنا مبتلين به لو ما مبتلين بهذا الوقت. اخواني ارجو ان كلامي يؤخذ على محمل الجد، لانه احنا اخوة وانا ابن هاي المدينة، واسأل الله ان يكون كلامي يفهم بطريقة صحيحة، ما يفهم بطريقة مو صحيحة. اعطيني مجال بس خلي اوضح المطلب. الان احنا عندنا هواي ابتلاءيات بالمجتمع، على مستوى الادارة، على مستوى السياسة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى المجتمع، هواي مستويات. الا اما خلونا قواعد. الامام الحسين عليه السلام عنده قول يقول للاخوان اربعة، اخ لك وله، هاي يريد له تفسير طويل وحكي هواي، واخ له، هذول اثنينهم زينين جانب ايجابي، واخ عليك، واخ لا لك ولا عليك، هذول سهل. الاثنين الاولين صح ايجابي والاثنين الاخرين سلبي. احنا نريد نتجنب هاي القضيه اللي خلاها الامام الحسين عليه السلام قاعده نمشي عليها. مثلا انا هاي المحلات اللي موجوده بالسوق عنده اموال، راس مال يتسوق به، يتبضع يجيب للدكان يبيع. مثلا قبل احنا نشي على مستوى قبل سابقا كانوا الشياب يجيبون هذا حبه الخضرة والجوز طحين حنطة يبيعون علاوي. الديون ما كانت بجي طريقة تسديدها، الديون كانت موثقة. أنا جدي عطار عنده دكان عطار، ضمن الدكان إخواني مكتوب وثيقة بالإجارة يقول ممنوع بيع أدوات القمار واللهو في الدكان، ممنوع مثلاً جلوس البطالين والاشقياء وذول الناس بالدكان، ممنوع اخواني ممنوع. تقريبا مسوي له 30 بلوى كانه مرجع. زين ديان ينطلب الانسان اربعه فيهن بياض القلب، من يقول؟ الامام الصادق. عمن؟ عن مولانا السجاد. اربعه فيهن بياض القلب، اداء القرض، شراء اكفان الموتى، اتباع الجنائز، عياده المريض، ما له علاقه بالمريض، ولكن اولا اداء القرض الدين. طيب لان جمدت اموال يمك واكتسبت شيء حرام. هسه اوضح لك قبل ما اروح المطلب. اجى واحد من امام الزجاج عليه السلام قال له يا ابن رسول الله ما رايك في الايه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال القصاص حياة للجاني والمجني عليه، لو يعرف اكو قصاص واكو عقوبة لا يقتل ولا يتعرض للقتل في حياته. هاي وحدة. ثانيا اكو ناس ظالم وظل، هذا يدفع دية كل من قتله وقتل ايمانه. واحد يجي ظل للناس يطلع الفضائية ويعطي يقول امامه شنو تحليل شنو كذا. والقتل الثالث اجا واحد قال له هذا قاتل ابوي، اريد منه القود، اريد منه الدين. قال له هم عنده حق يمك؟ قال له نعم يا ابن رسول الله، علمني التوحيد والنبوه وامامتكم اهل البيت. قال له هذا لا يفي بدم ابيك فقط، ولكن يفي بدم الاولين والاخرين ما عدا الانبياء، لانه لا يفي بدمهم شيء. فالقضيه الانسان ياخذ هذا الامر محمل الجد وينطي أهمية. مثلا الآن احنا عندنا دوائر الكهرباء والمي، بعد أقرب المطلب أكثر على مود أكون جدا مراعي أحاسيسك المباركة. علي بن أبي طالب عليه السلام يوم كتبوا له رسالة، الرسالة بمكان ما تنكتب قصاصة صغيرة، يعني مثلا نوبات معلومة فد قضية فد قول فد بيت شعر، اكتبه قصاصة صغيرة، ما اكون داعي اجيبه دفتر كامل سجل اكتبه بس بيت شعر واحد، اكتبه فد شيء. دزوله رسالة هي ثلاث كلمات كاتبينها برق او بقرطاس تقريبا مصدر بمصدر. علي بن ابي طالب ما جاوب السؤال. شوف حقوق الناس، اموال المسلمين
أموال الإمام الحجة هاي إحنا مسؤولين عليها، خاصة اللي يشتغل موظف في الدوائر لازم يكون مسؤول وما يراعي المجاملات وكذا، ولا يراعي هذا قرايبي وهذا أخوي وذاك ابن عمي. علي بن أبي طالب أمناء بالأمصار، واحد منهم كتب رسالة الورقة شوية كبيرة رأتها قال هاي ما طول كلمات ثلاثة أربعة، خوشان كتبتها ورقة قرطاس قصقوصة صغيرة، كتب له رسالة أدقوا أقلامكم. والله لو نمشي على هاي الثقافة مو العالم، شوف وين وصل، شوف الناس وين وصلت، شوف الناس وين وصلت. مهندس مهندس ماكو عبادة الله، أنطوه جسر على بحر قالوا له نريد فرق 5 سنتيمات، 5 سنتيمات راح تقريبا أكثر من 2 سنين يدرس خطة بناء الجسر، خلى القواعد الهندسية الفيزيائية الكيميائية التعامل مع كل شيء، طلع فرق 3 مليمات مطينا 5، طلع 3 فرق بخراب الجسر بطل من الهندسة. أين نحن؟ وين نحن؟ وين صرنا؟ وين وصلنا عمي؟ ترى ما أدري شلون واحد يسولف والله حقيقة. السعوف البحوث والتنظير والآيات وكذا، خلنا نراجع نفسنا حتى روحنا. هسه ذولا شبابنا يبغون علينا بمن يقتدوا؟ يعني هسه ذولا الشباب اللي شنو ذنبهم؟ ابن يشوف أبوه دائرة الماي تطلبه 800 900 مليون يقول ما أنطي، ما يصير ما يجوز، هذا ابنك راح يمشي على منهجك. هسه أنت هم صرت ضال وهم مظلم، أبوي تعلم ابنك قل له بابا هاي الدولة أموال مو خاصة بأحد، ابني أجمعهم أولادي بناتي تعالوا قعدوا من تروحين للمدرسة، ترى هاي المعلمة من تعلمك أكو حقوق، المدرس من يعلمك أكو حقوق. اسمع الإمام زين العابدين عليه السلام شو يقول على المعلم والمدرس، شو يقول عليه؟ مع الأسف قضايا اجتماعية ما جاي نراجعها في الصحيفة السجادية، زبور آل محمد كلها موجودة بالصحيفة السجادية، أنا ضغطتها بهذا المجال. يقول وأما حق سايسك بالعلم فالتعظيم له. الله، هاي ثقافة فالتعظيم له. مدرسك درس كيمياء فيزياء لغة إنجليزية علوم رياضيات، فالتعظيم له. بعد والتوقير لمجلسه، من يقعد تخلي له مكانة خاصة، والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، ولا ترفع عنده صوتك، وإذا ذكر بسوء عندك فادفع عنه، ولا تحدث نفسك في مجلسه أبدا، ولا تغتب عنده أحدا، واستر عيوبه وأظهر مناقبه. أستاذ فلان، ما أرد شخص أحد أساتذتنا إن شاء الله مقاماتهم محفوظة في القلب، أستاذ فلان شلون نموذج، يا ريت أصير منه. يا شباب قبل كنا نقتدي باستاذ شفيع درجة معمم عالم يدرسنا بصف الاول، هو اللي خلانا نحب هاي القضية صف الاول. ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليا، واستر عيوبه واظهر مناقبه. زين اذا حق المعلم اللي يدرسك لعد الحق العام ليش ترفضه؟ يمو خلال قاعدة الإمام بالصلاة، إذن الإمام الحسين قضيته بس يوم العاشر، لو كملت بزينب وبزين العابدين وصلت إلى أن أجت صحيفة سجادية ورسالة الحقوق، خلاها في ساحة الناس اللي ما تفهم الكلام بس تفهم نحر رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسري. من هم ذولا؟ إسحاق بن حبوة الحضرمي، والأخنس ابن علقمة ابن سلام الحضرمي، هذولا اجوا العبيد الله بن زياد وثابت و و
وهاني ابن ثبيت الحضرمي ورجاء ابن منقذ العبدي اجوا العبيد الله بن زياد اللعين قبحهم الله، قالوا اريد هدية، اعطاهم ايسر الهدايا ازهد الهدايا انضام سبب رضوا ضلوع الحسين. مو جاي يعلمكم التوحيد، يعلمكم الامامة، يعلمكم النبوة، يعلمكم لا تكونوا المشركين بالله. فيا احبابي، قضية الوقوف مع الباطل هو الوقوف ضد الحسين، وقضية قول الحق والوقوف مع الحق وتطبيق الحق وتجسيده على أرض الواقع هو الوقوف مع الحسين. دينا هذا الموضوع. أنا أسأل الله أن أكون وفقت في نقل جزئية بسيطة، والقضايا كثيرة، حقوق الشارع، حقوق اللسان، حقوق المجتمع، حقوق الزوجة، حقوق الإخوان، حقوق الأصدقاء، حقوق الطلاب إلى آخره. اطلعوا يا شباب على رسالة الحقوق لزين العابدين، جامعة ربانية مختزلة في 50 و51 حق، جامعة ربانية. لو شبابنا بالإعداديات بالجامعات بالدراسات العليا يمشون على هاي التطبيقات اللي خلاها زين العابدين، إذن الأئمة مشروعهم انتهى. لو مسترسل مسترسل ما يتوقف أحد خلاص. وإذا بزين العابدين عليه السلام في مجلس الشام، مجلس يزيد، بعد استنفذ ما في كنانته، كل ما موجود عنده استنفذه، من المدينة إلى العراق إلى الكوفة إلى الشام مع الإمام الحسين عليه السلام، ومسدد من الإمام المعصوم. هنا نكمل المشروع الحسيني. الدماء أخذت وضعها، أخذت طريقها بالتاريخ وبالصراع، رغم هاي العينة الصغيرة اللي كبرناها. لو نحكي هسه منا البعد إلى قيام الساعة على قضية كربلاء ما تنتهي فضائل الإمام الحسين، فهو مو محدد بزمن ومكان معين. هذا الشيخ محمد جواد مغنية قدس الله روح الجنة عند كتاب في رحاب عاشوراء يوضح القضية بدقة متناهية جدا حتى الجاهل يفهمها في قضية الصراع بين الحق والله. وكذلك الشيخ العاصفي في مجلس الشام بعد خطبة زينب سلام الله عليها وضحت الآفاق قدام الأمويين، ولكن الإمام زين العابدين شاف القضية اللي دلها نقطة نقطة. شو وقت تيجي هاي؟ في وقتها. الإمام الحسين عنده كلام جدا لطيف حفظه مولاي، يقول لا تتكلم فيما لا يعنيك فأخاف عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك إلا في محله، لا تقول في محله، محله غلط، إلا في محله. الحاء مكسورة. زين، شاف جماعة اجوا عبيد الله بن زياد، نحن رفضنا الصدر، املأ ركابي فضة او ذهبا، شاف هاي كلها قدامه، دفن الاجساد، قضايا عجيب، يشوف هاي الخيام تحترق بها النيران، كل هاي ما فادت. الموعظة العملية مش طبق النظرية. هذا الفرق بين مشروع الامام الحسين عليه السلام ومشاريع الانبياء. أنطى أولا الموعظة العملية، والنظرية أنطاها زين العابدين وزينب سلام الله. هل عرفت الفرق بين عاشوراء الحسين عليه السلام وبين مشاريع الأنبياء؟ كلها أنطت نظري وبعدين عملي إجا بالمعجزة، ولكن الإمام الحسين أنطى العملي بعدين النظري أخذ دوره. ليش؟ لأنه أنا من أجيب تجربة قدامك حقيقية مجسدة افتهمتها بعد الحجج استنفذتها عليك. قالوا عطينا 6 وفضلنا ب7، وعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار والصديق والطيار وأسد الله وأسد رسول الله، ومنا صبطا هذه الأمة وسيدة النساء، ومنا مهديها.
لذكره الصلوات العاليات. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني يعرفه بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من أوحى له الجليل ما أوحى، أنا ابن من دنا فتدنى فكان قاب قوس أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من هاجر الهجرتين وبايع البيعتين وضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين، أنا ابن قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، أنا ابن تاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين من آل ياسين ورسول رب العالمين. وإذا بي يقول أنا إلى أن ضج مجلس يزيد اللعين بالبكاء والنحيب حيث كانوا لا يعرفونه. وإذا بي يقول أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن بنت رسول الله البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها. خاف يزيد من وقوع الفتنة عليه لعائن الله وسوء العذاب. وإذا بي يقول للمؤذن قم فأذن ليقطع على الكمام كلامه، وإذا بالمؤذن قال الله أكبر قال كبرت كبيرا لا يقاس، إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بها عقلي ومخي وشعري وبشري وبصري. وإذا به قال أشهد أن محمدا رسول الله، وإذا بالإمام التفت من على المنبر إلى يزيد قال له يزيد محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن زعمت أنه جدك كذبت وأثمت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عترته وذريته وبنيه في كربلاء؟ زينب سلام الله عليها تنظر إلى ابن أخيها زين العابدين نزل من على المنبر وعصوصب الناس عليه، وهذا يقول أنتم هم وذاك يقول أنتم هم، بحق جدك اعذرنا يا ابن رسول الله. دير بالك من هذه الضبابية، دير بالك. وإذا بالإمام أمر به فذهب إلى خربة الشام، التقى بالمنهال قال له يا ابن رسول الله كيف أمسيتم؟ قال أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها،
وأمست قريش تفتخر على سائر قبائل العرب بأن محمدا منها، وأمسينا نحن عترة رسول الله مشردين مقتولين. وإذا بالمنهال بكى قال له من أين مجيئك يا منهال؟ قال من الكوفة. قال كيف رأيت حرمنا الذي قطع عنق أخي الرضيع وضرب والدي على لب قلبه وضرب عمي العباس بسهم في عينه؟ قال يا ابن رسول الله بأحسن حال رفع يده إلى السماء وقال اللهم أذق حرملة حر النار والحديد. عندما بعث المختار الثقفي نقل له المنهال دعاء الإمام زين العابدين، قال له اصبر يا منهال سيأتوني بحرملة، فوضعه في طشت من نحاس فذاب. سجد المختار سجدة، قال له المنهال لم السجود؟ هذا التواصل ويا الأئمة، هذا أخذ الثار. قال له يا منهال شكرت الله أن استجاب دعاء الإمام زين العابدين علي لأقتل قاتلي ذرية محمد صلى الله عليه وآله. ولكن تعال إلى خربة الشام، جاءت هند لم تعرف بخبر ولا تعرف بأمر، جاءوا معها جواريها ووصيفاتها، وضعوا لها دكة عالية أو مقعدا مرتفعا وهي تظن أنهم خوارج سلام الله عليهم. قالت لا أخيتها بعدما كانت زينة وضعت عباءة الزهراء على رأسها ورأسها على الجدار وهي تقول وأخاه وحسينا ومظلوما وضيعتنا بعدك. هند قالت أخي من أي البلاد أنتم؟ أجابت زينة نحن من مدينة رسول الله. قامت هند جلست على التراب، قالت أخي لم جلست على التراب؟ قالت على ساكنها السلام، إذا كنت من المدينة أسألك عن دار كنت فيها أتعلم التوحيد والنبوة والإمامة على يد امرأة وقور فخر المخدرات زينب ابنة علي عليه السلام. قالت لها هند وإذا بها تنظر لهند، قالت لها أنا زينب يحجون عني. وويلاه وإماما. ولكن قبل ما تجاوب هند زينب سلام الله عليها قالت هند أخيتاه أسألك عن دار كنت أحبها تربيت فيها وترعرعت، أسألك عن الحسين، أسألك عن العباس، أسألك عن علي الأكبر، أسألك عن علي بن الحسين، أسألك عن زينب، أسألك عن سكينة رباب رملة. وإذا بها قالت ذاك رأس الحسين على باب قصرك اللعين، وتركنا العباس بلا يمين ولا شمال مضروبا على رأسه وذاك رأسه على باب القصر. وإن كنت تسألين على سكينة
فهذه سكينة وهذه رقية وهذه الربا عرفتها واحدة بعد الأخرى قالت أخيتا وأين زينب؟ قالت أنا زينب يحجون عني سنية المصايب ما سبني مصايب حسين الدان بني يا هند نزلا على عيون وعمني ولزينب نوح بفرد شقيقها وتصيح يا ابن الزاكيات الركع. اخواني قبل ما نقرا الدعاء عندنا موضوع فاتني وارجو انه ما انسى. هاي المدينه تفتقر الى كثير من القضايا الخدميه، تنفع المجتمع، تنفع الناس، قضايا عامه ماكو تجاوب. هسه ماكو تجاوب، اكو اسباب القانونيه، اسباب الدستوريه، اسباب رسميه، اسباب اقتصاديه ما نعرف بعد. ولكن الانسان من يداعي داعي باسلوب حضاري بالقضيه، اسلوب مؤدب، اسلوب مثقف، انسان يكون من يداعي ناخذ علية القوم. وانا مخادبكم انبري لهذا الموضوع. نروح مثلا للمحافظه، نقعد ويا المسؤولين، نقعد ويا الناس المتصدين لقضية خدمة هذه المدينة. تفتقر إلى شوارع، 150 مشروع مرصود للمحافظة، المدينة ما حصلت منا ولا ربع مشروع. أرجو أن كلامي يكون يوصل. احنا جاي نحكي بأسلوب ثقافي، مو أسلوب تهتك وقدح بفلان وفلان، وهذا مو صحيح. الناس كل من إلى مكانته وكرامته واعتباراته، نحترم الاعتبارات بكل جوانبها. إذا أكو لمسة قانونية تنفع المجتمع هنا في جصان يلتفتوننا ان شاء الله، واحنا هذه العون معهم. يكون الانسان من يداعي داعي بطريقه صحيحه، اذا ما فاد الطريقه الصحيحه عندنا اساليب اخرى نستطيع ان نستخدم طاقات عندنا خارج المحافظه من ابناء المدينه واصلين الى درجات بالدوله، نقدر نستنجد بهم ايضا يداعوننا. بس الان كخطوه اولى ناخذ الناس من علية القوم، ساداتنا، مشايخنا، اساتذتنا، نروح للمحافظة وندعم 150 مشروع على ما اظن هالشكل اللي سمعته بعد العودة على القائل. انا مجرد ناقل للخبر، واكون ناقل كون بالطريقة الصحيحة، مو ناقل ازيد او انقص. 150 مشروع، هسه هذا مدخل جصان يريد له شغل، المجاري يريد له شغل، الحدائق، المدارس، ترميمات، عندنا هواي قضايا. ولو الدولة تمر الآن بمخاض صعب، ولكن حسب المستطاع نمد أيادينا لي مثلا أساتذتنا المسؤولين بالدوائر اللي موجودين هنا بجصان، خلي يتحركون فتح حراك ولو بسيط، وياهم الناس يدعموهم على مود يوصلون الفكرة للمسؤولين ويقدرون ينفعون هاي المدينة المنكوبة اللي تقريبا صارت في زاوية من زوايا التاريخ مع الأسف الشديد. هذا اللي صار بهاي المدينة نتيجة تراكمات، نتيجة مشاكل، مصائب تراكمت على المدينة سابقا في زمن العهد البائد. المدينة مظلومة، أنطت شهداء، أنطت ناس في الزمن السابق شهداء، الآن شهداء في الوقت الحاضر، هاي شهداءنا قدامنا. عندنا ناس يخدمون البلد على مستوى الجيش وعلى مستوى الدراسات وعلى مستوى المصانع، يخدمون المدينة من هاي المدينة انبثقوا. فلا بد من الدولة أن تلتفت إلى هذه المدينة التفاتة ولو بسيطة، كان نحس بأنه إحنا من ضمن هذا المجتمع وينالنا الخير مثل ما نال الناس. هسه في بدرة هذا مدخل المدينة، شوف حضاري، شوف البناء والترتيب، وهسه يسوون المقرنص وشوارع، ولكن ما تشوف أثر على المدينة هنا بجصان. ما أعرف السبب شنو، بعد العهدة على اللي هو متحمل المسؤولية يكون يتصدى ويداعي، ولكن بالطريقة والمسالك والقنوات الصحيحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارفع ايدك مولاي بمجلس زين العابدين، اللي عنده حاجة، اللي عنده هام غام، عنده فد عمر يطلب من الله سبحانه وتعالى في ساحة الحسين وفي مجلس مولانا أبي الحسن السجاد سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرب مكاني مولاي أنا تعبان. أما المضطر إلى تعافي السوء
شفاء المرضى، تيسير الأمر العسير، اللهم ارزقنا حسن العاقبة، توفيق الطاعة، بعد المعصية. أما اللهم صل على محمد وآل محمد، وانصر الإسلام والمسلمين، اغفر الكفر والكفار والنواصب والمنافقين، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة آل ياسين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولنا أسوة في مولانا زين العابدين بدعائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عبيدك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي سائلك بفنائك، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، أيقظنا من رغدة الغفلة والجهالة، وعافنا من داء الفترة والبطالة، ونزه قلوبنا من التعلق بمن هو دونك، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، وأذهب ظلمة قلوبنا بنور هداك، واجعلنا ممن أقبلت عليهم فانصرفوا عمن سواك. هذا دعاء مولانا السجاد زين العابدين، يا مولاي يا ابن رسول الله، الله اللهم بحق مولانا ومجلس مولانا زين العابدين ومصابه وشهادته على أيدي فراعنة بني أمية الوليد عبد ابن عبد الملك. إلهي بهذا المصاب الجلال ارزقنا حسن العاقبة، توفيق الطاعة، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، غير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا المأتم الشريف وإخواني الحاضرين والسامعين والمشاركين وبادلي الخيرات، تقبل اللهم عملهم بأفضل قبولك، لأمواتهم من مات على الولاية والهدى والإيمان، العلماء السعداء، الشهداء الأبرار، شهداء مدينتنا جصان، يا الله احشرهم في زمرة أوليائك وتحت لواء وليك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. موت الحاضرين، والديكم جميعا، السادات والصالحين، قدام الإمام الحسين عليه السلام، من لم يذكر وذاكر، من لم يكن لهم مارث، الخدم الذين خدموا في هذه الحسينية وفي هذه المدينة، من لم يذكر وذاكر، من لم يكن لهم مارث. موتانا بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة. الفاتحة مع الصلوات.